تعالى باشمهندسين هناخد اول سيكشن واحد وهو الشابتر اللي انت خدته في الاول خالص اللي هو الشابتر بتاع الانتروداكشن. احنا هناخد الحاجه اللي تخدم على المسائل بتاعتنا. طبعا الدكتور اصلا الشابتر الاولاني ده كله نظري، في نظري كتير، بيفتح لك الموضوع. ما تفكرش العمليه صعبه، العمليه سهله خالص. انت لحد الشابتر 5 هتلاقيك بتاخد برر المقاومات وحساب باور للفي في اي، ويدينا سنه معاك كله شغل الفيزياء وشغل الثانوي، شغل الباور وشغل الباور. يا باشمهندس طلع الصوت واطي، الصوت واطي، عليه الصوت واطي حبيبي كده علي. ايوه تمام كده. خلاص بص يا شانسين، بقول لك ما تفكرش الدنيا. طبعا الدكتور شرحت في الشابتر الاول نظري كتير، فانت ما تفكرش الدنيا صعب، الدنيا سهله خالص. انت لحد الشابتر الخامس هتاخد حاجات خاصه بالثانوي اللي هي حساب الباور اللي هي عباره عن جهد في تيار، المقاومات توازي، المقاومات توالي، ده لحد الشابتر الخامس. فالدنيا معاك هتبقى حلو، يعني الدنيا بسيطه خالص. هي بتدي نظري، وخلي بالك ما تخافش، النظري ده ما بيجيش في الامتحان. خلاص يعني انت خده وافهمه برضه، لان ممكن فعلا تجيب في حته صغيره ولا حاجه، بس الدنيا كلها في الامتحان بتبقى مثال. فالدنيا سهله خلاص، هي بس في الاول الدنيا بتبقى النظري عشان تفهمك الدنيا ماشيه ازاي وتفهمك كل حاجه، ما تستصعبش الامور، الدنيا سهله خالص. تعالى يا باشمهندس احنا هناخد الحاجه اللي تخدم علينا في السكشن بتاعنا النهارده، وهنشرح اجزاء معينه من المحاضره اللي تخدم على المسائل اللي انا هشرحها. هناخد اول جزئيه اللي هي حاجه اسمها سبلاي باور، اللي هي مصدر الباور بتاع المصدر، و الديليفرد باور او الابسوربنج باور. يعني دي ممكن نسميها الديليفرد باور او الابسوربنج باور، خلاص دي لها مسميين. خلاص هنعدل بس الاسم. دي يا باشمهندس سبلاي باور، يعني باور المصدر، الباور اللي بتبقى خارجه من المصدر، والابسوربنج باور يعني الباور الممتص. خلاص دي الترجمه العربي بتاعها. هي ايه يا باشمهندس؟ شويه هتفهم كل حاجه. خلاص تعالى يا باشمهندس اما اقول لك حاجه في الواقع عشان تفهم الحاجات دي، وبعد كده نخش نظر الدكتور كده عمال تقول عليه. ايه هو الواقع يا باشمهندس؟ لو انا كنت اقول لك اللمبه او المروحه اللي عندك في البيت دي بتاخد باور ولا بتدي باور؟ يعني انت لو جيت في اللمبه بتاع البيت لا بتديك باور ولا هي بتسحب باور من المصدر؟ حد بقى ايه يكون بتسحب. اسمك ايه يا باشمهندس؟ لا خليك انت محمد ايه في المايك عشان في دوشه جنبك. اي باشمهندس تاني عاوز يبقى ايه متفاعل معايا؟ صوت بيقطع خالص. عاوز باشمهندس يتفاعل معايا تقريبا سامعني. حد سمع؟ الصوت فيه مشاكل؟ لا الصوت خلاص واضح. طيب اسمع الباشمهندس كان بيقول الصوت واضح. اول واحد ده اسمه ايه؟ محمد حمدي. بس خلاص كله بقى يقفل، معلش عشان تسيبكم كله يقفل المايك، كله يقفل المايك بعد اذنكم ما عدا محمد حمدي. خلاص هو ما نوقف ونقول حد عنده سؤال ممكن يطلع يسال عشان ما اعملكش ميوت. انا ممكن اعمل لاي حد ميوت من هنا. خلاص بس محمد حمدي بس اللي يفتح المايك بتاعه للتفاعل بس، يقول ماشي يا باشمهندس تمام. انا بعد كده اقول لحد عنده مشكله هيقول لي يا باشمهندس انا عندي مشكله. خلاص مفيش مشكله، بس ده عشان يقول لي تمام. خلاص الصوت واضح كده. خلاص محمد حمدي ماشي يا حبيبي. تعالى يا باشمهندس، تعالى يا باشمهندس لو نسال مثلا باشمهندس محمد حمدي، لو انا جيت قلت لك اللمبه او المروحه اللي عندك في البيت دي بتاخد باور، بتسحب طاقه، بتسحب تيار كهربي ولا بتدي؟ لا بتسحب. بتسحب دي يا باشمهندس هي الابسوربنج باور، اللي هي بتمتص باور. زي مين؟ زي اللمبه، زي المروحه، زي الغساله، زي التلاجة، اي حاجه عندك في البيت، الاجهزه اللي عندك بتسحب باور. طب ايه يا باشمهندس حوار السبلاي باور اللي هي بتدي باور؟ زي مين؟ لو انا جيت قلت لك البطاريه اللي معاك في المحمول، طبعا البطاريه دي دي سي اللي احنا اصلا شغالين عليه. لو قلت لك البطاريه دي يا باشمهندس لو انت مشغل المحمول بتدي المحمول باور ولا بتاخد منه باور؟ بتدي المحمول باور. بتدي المحمول بتدي باور. بتدي باور. دي اسمها السبلاي باور. زي ايه؟ زي البطاريه، البطاريه بتدي باور. طب انا قلت لك يا باشمهندس محمد لو انا ركبت المحمول ده قفلته وقمت جاي جايب شاحن وقمت جاي مركب الشاحن ده في المحمول، البطاريه دي في الحاله دي ايه؟ بتاخد باور ولا بتدي باور؟ بتاخد باور. يبقى البطاريه لها حالتين. ركز قوي في الحاله دي بقى، لان هي دي المشكله اللي بتقابلك في المسائل دي. ان يا باشمهندس
البطارية أو المصدر الكهربي ليه حالتين، البطارية بالذات، البطارية إما إن هي بتدي باور أو بتاخد باور على حسب حالتها. يعني إيه يا باشمهندس؟ لو البطارية مشغلة المحمول يبقى هي بتدي باور للمحمول. طب لو أنا مركب شاحن في المحمول وقافل المحمول يبقى هي في الحالة دي بتدي باور للبطارية. تمام؟ فهي في الحالة دي ينفع البطارية حكمها حاجتين على حسب حالتها، سبلايد أو أبسوربنج، ينفع الاتنين. لكن جميع العناصر التانية زي اللمبة زي المروحة دي ملهاش غير حالة واحدة، اللمبة عمرها ما تدي باور، المروحة عمرها ما تدي باور، دي أبسوربنج باور، بتاخد باور. ففي حاجة ما ينفعش أقول عليها بتدي الأحمال، الأحمال أيا يكن، سواء بقى لمبة مروحة أي حاجة لازم تاخد باور. الحالة الوحيدة اللي فيها اختلاف هي البطارية دي، تخليها حاططها في دماغك، ده الواقع العملي بتاعك. طب تعالى ما نشوف ازاي حددتها نظريا. نظريا سهل خلاص، العملي فيه مشكلة، حد عنده مشكلة مسقط فيها، ده اللي عاوز يقول حاجة يقول. حد عنده مشكلة فيها؟ حد عنده مشكلة في العملي؟ طيب تعالى عشان نشوف ازاي نظريا. نظريا يا باشمهندس، لو هناخد أول حاجة على إيدك الشمال دي نشوف، قال لك لو التيار داخل للموجب بنسميها ايه؟ اللي هي حاجه اسمها ابسوربنج باور. يعني ايه يا باشمهندس؟ هتيجي في المساله كده هتلاقي الدكتوره حاطه لك على العنصر بتاعك، طبعا العنصر ده قد يكون بقى اي حاجه، لمبه مروحه اي حاجه خلاص، وحاطه انا محدد عليه موجب وسالب تحت. طبعا احنا بنتعامل مقاومات بس، هي الرموز يعني خلاص، بنحط مقاوم، بنحط موجب وسالب. لو انا حطيت على العنصر موجب وسالب زي ما هو ظاهر عندك كده موجب وسالب، قال لك لو التيار داخل للموجب بسميه ابسورب، العكس تبقى سبلايد على طول. يبقى انا بحفظ حاجه واحده والتانيه العكس. لو احنا رحنا على ايدك اليمين هتلاقي التيار خارج من الموجب، يبقى الحكم بتاعي داخل ولا خارج من الموجب. انا بحفظ حاجه واحده، احفظ اللي خارج او اللي داخل، انت حر، انت تحفظ واحده والتانيه العكس. فاحنا هنحفظ بتاع لو داخل يبقى ابسورب، لو خارج يبقى سبلاي. خلاص، حد عنده مشكلة في دي؟ حد عنده مشكلة في النقطة دي يا باشمهندسين؟ باشمهندس محمد عندك مشكلة فيها؟ لا لا تمام. طيب تعالى نخش في النقطة التانية. النقطة التانية وهنديك مثال. لو انا قلت لك يا باشمهندس المثال زي ما هو ظاهر قدامك كده، انت عندك بطارية ومقاوم اللي هي ار. لو جيت قلت لك احسب لي الباور بتاع البطارية، هتقول لي يا باشمهندس الباور زي ما هو ظاهر قدامك كده زي ما انا معلمها، هتقول لي يا باشمهندس الباور هي عباره عن جهد في تيار. الجهد هو اي. طب ليه يا باشمهندس مش معنى اديت البطاريه اي دايما عشان تبقى متعارف بعد كده؟ البطاريه ممكن اديها رمز اي او في، بس الطبيعي ان احنا بندي البطاريات رمز اي. رمز اي يعني جهد، يعني جهدها خلاص، او ممكن تديله في، انت حر. وفي التيار اللي خارج منها اللي هو اسمه اي، التيار اللي خارج منها اسمه اي. يبقى عشان احسب الباور بتاعتها يبقى هي الاي في الار. طيب دي يا باشمهندس طبعا دي بطاريه ما اقدرش احكم عليها اسكات سبلايد او ابسورب، هي بتدي باور او بتاخد باور، الا اما احكم عليها بالموجب والسالب. تعال نشوف كده، موجب البطاريه التيار خارج ولا داخل؟ باشمهندس محمد خارج يا باشمهندس. لو انا هروح ابص على موجب البطاريه التيار ادام خارج بنسميه ايه؟ سبلايد. يبقى انت تحفظها بقى، يبقى خارج من الموجب بنسميه سبلاي. خلاص، خارج من البطاريه بسميه سبلاي، او بنسميه اسم تاني علمي اللي هو الدليفر، يعني بيدي باور بيوصل باور. تحفظ المسميين الاثنين واحد، يبقى يبقى السبلاي هو نفسه الدليفر، هو المسميين واحد يعني. طيب يا باشمهندس انت هتقول لي دي في النظر، طب انا في الواقع، في الواقع انا عارف اذا كنت بشحن بطاريه ولا بتفرخها صح؟ يعني لو جيت قلت لك المحمول دلوقتي انا مركبه في الشاحن يبقى وضعه ايه هنا؟ بياخد باور، يبقى ابسورب، بس انا عارف مش محتاج ان انا اشوف التيار. طب لو انا جيت قلت لك انا مش موصله بالشحن ومشغل المحمول عادي، يبقى البطاريه في الحاله دي بتدي ايه؟ بتدي باور، يبقى هي سبلاي. فانا عارف في الواقع انا عارف، لكن نظريا لازم يبقى لها حكم، لازم اعرف اتجاه التيار وخارج من الموجب ولا لا. لو خارج من الموجب يبقى سبلاي، داخل للموجب يبقى ابسورب. تعال ما تشوف كده، تعال لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس هات لي الباور اللي على المقاوم، المقاوم عليها جهد اسمه في والتيار اللي داخلها اسمه اي، يبقى الباور عباره عن ايه؟ في في اي. لها قانون تاني اللي هو ايه؟ زي ما مكتوب قدامك اسمه ايه؟ اي تابعه. ده انت عارفه، مربع التيار اللي داخل للمقاومه في الار. في قانون تالت، حد عارف القانون التالت ده اللي هو الفي تربيع على الار جه ازاي؟ حد يقدر يقول لي ده جه ازاي؟ عن طريق ان احنا في القناه السنه الفي في اي.
شلنا الاي وعوضنا عنها بفي على ار، صح يعني كده. بفي في زي ما الباشمهندس بيقول، زي ما الباشمهندس بيقول القانون اللي انا محدد قدامك الاي، لو انا شلت الاي بقانونها، هو قانونها الفي على الار، الجهد على المقاومه، فانا اقول في على ار في في تديني في تربيع على ار، هو ده القانون فعلا اللي طلع عندي بالاخر اللي هو الفي تربيع على ار. يبقى الثلاث قوانين دول ينفعوا للمقاومه، ينفع اقول في اي، ينفع اقول اي تربيع في ار، ينفع اقول لك في تربيع على ار. خلاص. وقلنا يا باشمهندس هي ابسورب ولا سبلايد؟ ما اعرفش، انا هروح ابص. لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس موجب المقاومه، التيار داخله ولا خارج منه؟ داخله. يبقى دي حاله مين؟ ابسورب. بنسميها يا باشمهندس ديسيبيت باور، طبعا هي بيمتص باور او الباور المفقوده فيه، هي نفس المسمى يعني ديسيبيت باور، يعني الباور المفقوده فيه. خلاص. حد عنده مشكله في ده؟ يعني هي لها مسميين برضه، ديسيبيتد يعني مفقود، باور مفقود. لو انا جيت اقول لك يا باشمهندس بقى خلاص ايه علاقه الباور سبلايد بالباور بتاع المقاومه، هتقول لي يا باشمهندس الباور اللي خارجه من المصدر هي اللي راح للمقاومه، صح؟ فهو جه القانون بتاع ان السبلاي باور بتساوي الابسورب باور. اكيد لو انا عندي مصادر الباور اللي هتطلعها هي نفس الباور اللي هتاخد منها. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ لو انا كنت اقول لك انت عندك فيشه في البيت، جيت انا على الفيشه دي خلاص وقمت جاي مركب ايه؟ لمبه. اللمبه دي 40 واط بتسحب 40 باور 40. لو انا جيت قلت لك المصدر تطلع كام؟ المصدر تطلع كام؟ باشمهندس محمد. ايوه يا باشمهندس محمد. بقول لك لو انت عندك مصدر في البيت اللي هو الفيشه او البريزه اللي عندك في البيت، قمت جاي موصل عليها لمبه ونورت اللمبه دي، قلت لك اللمبه دي قيمتها 40 واط، يبقى المصدر طلع كام؟ 40 واط. يبقى دي معناها ان المصدر اللي هو السبلايد، اللي هو السبلايد باور، ادينا 40، اللمبه كام؟ 40. اللمبه هي المستهلك، هي الابسورب باور، فدايما السبلايد الابسورب ال 40 هيخرجوا هيروحوا فين؟ هيروحوا للمبه. خلاص. فدايما السبلايد المصادر اللي الباور بتطلعها هي نفس اللي بتمتص. خلاص. فدايما السبلاي بتساوي الابسورب او الدليفر، ده طبعا الدليفر ده السبلاي برضو، والديسيبيت انا عوضت هو نفس القانون يعني. انت عنده مشكله في الحته دي؟ تمام. لو انا جيت اقول لك بقى هو انا محتاج اعرف اتجاه التيار اللي داخل فيه اللي داخل الموجب بتاع المقاومه او لا، يعني هي المقاومه تنفع اصلا في سبلايد؟ هو ينفع المقاومه الاقيها سبلايد، سبلايد باور، ينفع اقول المقاومه بتدي باور؟ حد شاف قبل كده، حد شاف قبل كده المقاومه دي عامله زي اللمبه بالظبط؟ ما اللمبه دي عباره عن مكونات جوه، عباره عن مقاومه. اللمبه اللي عندك في البيت عباره عن مقاومه. عمرك شفت اللمبه تدي باور؟ مستحيل تلاقي لمبه بتدي باور. خلاص. فانت دايما دي مش محتاج تحكم لها، انت زي ما تشوف المقاومه تعرف على طول هي ابسورب، الا لو الدكتوره ما حددتلكش نوع العنصر ده ايه، فبتقوم عاملها بلوكه كده وخلاص وعامله عليها موجب وسالب، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. لكن لو عملتها مقاومه ما تفكرش، هي على طول ابسورب بتاخد باور، ما فيهاش كلام. المصدر هو اللي فيه اختلاف، فعشان كده المصدر بضطر ان اشوف حكمه، لكن العناصر اي حاجه ثانيه غير البطاريه لا، انا عارف ليها ابسورب. يعني البطاريه الوحيده اللي ممكن تبقى ابسورب او سبلاي، لكن المقاومه مليون في الميه، بس انت ما عندكش غير النوعين دول. المقاومه مليون في الميه ابسورب. في مشكله لحد هنا؟ تمام يا باشمهندس. تعالى يا باشمهندس الجزئيه بتاع المصادر. خلاص هي الدكتوره شرحتها بس هنقولها على السريع كده. لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس المصادر اللي قدامك دي، المصادر زي ما هي ظاهره قدامك، مصادر الجهد ومصادر التيار، هو بيديك الرموز بتاعتها بتظهر ازاي في الدايره. لو انت بصيت للايه بيقول لك اندبندنت دي سي فولتج سورس، طبعا اللي فوق الصفه اللي فوق دي كلها فولتج سورس، معلش دي سي، الصفه اللي فوق دي سي فولتج سورس، معلش الصفه اللي فوق دي كلها فولتج سورس، والصفه اللي تحت دي كلها
current source، يعني الصفة اللي فوق دي بتاع ال voltage source والصفة اللي تحت بتاع ال current source. تعالى اما نحددهم عشان انت الدنيا ملخبطة معاك في الرموز وهتلاقي نفسك جوه ما انتش عارف ده رمز ايه وده رمز ايه. اهم حاجة قدامي دلوقتي ان انت تبقى انت عارف ان الصف اللي فوق بتاع الجهود، مصدر الجهود، والصف اللي تحت بتاع التيارات. تعال الاول نشوف الصف اللي فوق اللي هو بتاع مصادر الجهود والرموز بتترسم ازاي في الدي سي والاي سي وايه حوار الديبندنت والاندبندنت. تعال الاول احنا هناخد اول حاجة الدي سي فولتج سورس. ده الدي سي فولتج سورس في حالة الاندبندنت، اندبندنت ترجمتها لا يعتمد. يعني ايه لا يعتمد يا باشمهندس؟ يعني انا لو جيت قلت لك دلوقتي في البيت عندك الفيشه اللي عندك في البيت، لو انت جيت تقيس الجهد عليها هتلاقي كام؟ الجهد عندك في البيت باشمهندس محمد قول رقم، قول رقم يعني 120 فولت 120 ولا 220؟ 220 زي الباشمهندس لما داخل يتخانق معاك اهو بيقول لك 220 فولت. خلاص طبعا انت لو جيت تقيسه في البيت عندك لو انت مش خارج المدينه يعني ما انتش طنطا او حتت شكل دي كده هتلاقي عندك عمره ما يجي 220. خلاص يعني انت ممكن تلاقي في مناطق 170 180. طبعا عندنا الجهد في مصر الدنيا مبهدله خلاص، فانت عندك في مناطق الجهد بتاعتها كويسه زي طنطا مثلا تلاقي 219 كده، هنفترض ان هو 220. الجهد 220 لو انا ركبت عليه لمبه او لمبه ومروحه او لمبه ومش عارف ايه، الجهد بيتغير؟ الجهد هيتغير؟ ايوه هينزل ولا هيزيد ولا هيثبت؟ هيتوزع. لا انا بقول لك، انا مش بقول لك سيبك من حوار هيتوزع او مش هيتوزع. اهو خلاص احنا بنتكلم على الجهد اللي خارج من المصدر ذات نفسه. جهد المصدر هيتغير؟ لا مش هيتغير. فده جهد لا ثابت لا يعتمد على الحاجات المتوصله معاه، ملوش دعوه. انا بطلع 220 هطلع 220 لو ركبت عليا ايه. فهو ده معنى كلمة اندبندنت، يعني المصدر الجهد ما بيعتمدش على حاجة. بيطلع 50 فولت هيطلعه، بيطلع 220 هيطلعه، بيطلع 300 هيطلعه، ما بيعتمدش على أي حاجة في الداية. طب أنا يا باشمهندس هنشوف دلوقتي الديبندنت وهتفهم عن طريق الديبندنت اللي هو يعتمد، هتفهم دلوقتي. بس خلينا دلوقتي هو ده رموز الاندبندنت دي سي فولتج سورس هتضطر تحفظه. خلاص ده الاندبندنت دي سي فولتج سورس ده لا يعتمد على حاجة، يعني جهد ال 50 هيطلعه 50. كذلك في حاله الاي سي، دي رمز الاي سي، اي سي فولتج سورس بنرسمه كده، وده برضو اندبندنت، يعني لو هو 220 فولت هيطلع 220 فولت مش هيختلف. ده في الاي سي. طبعا البيوت عندنا اي سي مش دي سي. خلاص يعني عندنا في البيت المفروض الرمز يترسم بالشكل ده اللي هو بتاع الاي سي. خلاص بس احنا دلوقتي، احنا دلوقتي شغالين دي سي. الشبات اللي انت بتاخد فيها دلوقتي دي سي صح ولا غلط؟ ايوه. خلي بالك اول ركز بالحته دي، احنا مش شغالين اي سي، يعني تقريبا هتاخد خمس شبات كلهم دي سي فولتج شغالين على الدي سي. فالرمز ده اعرفه عشان انت هتستفيد منه قدام، ده رمز الاي سي انت مش هتشوفه دلوقتي. تعالى بقى نروح لحوار الديبندنت. قال لك الدي سي اند الاي اللي هو رقم سي، دي سي اند اي سي فولتج سورس. ده الرمز اللي مرسوم قدامك ده ينفع لمصادر الجهود سواء في حاله الاي سي او الدي سي. طب ماشي يا باشمهندس انا عرفت الرمز وحفظته، ايه حوار الديبندنت وليه الرمز اترسم كده؟ قال لك يا باشمهندس ساعه ما تشوف المعين ده سواء في حاله تيار او جفت تعرف ان ده ديبندنت. حتى لو انت بصيت في التيار اللي تحت اللي هو رقم سي في التيار اللي تحته، خلاص اللي تحت رقم اي الاخير خالص اللي هو رمز التيار ده، هتلاقيه برضه معين. ساعه ما تشوف المعين اعرف ان ده اسمه ديبندنت، يعني بيعتمد على حاجه في الدايره ايا يكن بقى نوعه، كان مصدر جهد او مصدر تيار. خلاص يبقى انا ساعه ما اشوف معين اعرف ان ده ديبندنت. يعني ايه ديبندنت؟ كلمة ديبندنت ترجمتها يعتمد. بيعتمد على ايه في الدايرة يا باشمهندس؟ تعالى بقى نشوف لك مثال عشان الدنيا توضح معاك شوية. يعني بيعتمد على حاجة تانية في الدايرة، يعني ايه يا باشمهندس؟ تعالى كده. ده المثال اللي احنا هناخده دلوقتي، هنستفيد هنشرح عليه الحاجة اللي أنت عاوزها ونحل المسألة قدنا ايه؟ شرحنا الحتة دي. تعالى أنا قلت لك يا باشمهندس ده رمز الجهد اللي أنت لسه شايفه من شوية صح؟ طبعا الدايرة دي سي، طبعا الدايرة فيها بطارية، يبقى الرسمة دي كلها دي سي، دي سي فولتج سورس. يبقى الرمز ده هناخده دي سي وليس اي سي، لأن أنا قايل لك ان الرمز ده بيستخدم للاي سي والدي سي. طب انا في الحاله التحديديه لا هيبقى دي سي. خلاص يبقى ده اول حاجه، يبقى ده دي سي فولتج سورس. تعالى بقى انا عاوزك تشوف له قيمته كده، قيمته كام؟ قيمته كام قدامك؟ 1.2 اي اس. يعني ما قالش 1.2 فولت، لا ده قال لك 1.2 اي اس. اي اس دي فين؟ حد يقدر يقول لي فين؟ شايف كده؟ اي اس قيمتها كام؟ 4 امبير. 5 امبير. 5 امبير. 5 امبير. يعني معناه ايه؟ ان مصدر الجهد ده يا باشمهندس مرتبط بحاجه ثانيه في الدايره. ده بيقول لك يعتمد، بيعتمد على حاجه.
يعني في حاجة تانية بتعمل عليه كنترول، هي تتغير هو يتغير، يعني قيمته ليست ثابته. ده قيمته كام؟ 1.2 في الاي اس. الاي اس بكام؟ ب5. يبقى 1.2 في 5 يديني 6 فولت وليس امبير، ده مصدر جهد. طيب عشان الاي اس اتغير، طبعا في الحاله بتاعتنا دي الاي اس مش هيتغير لان مفيش حاجه اتغيرت، الحاجات كلها ثابته وقيمها ثابته. لو الاي اس ده مثلا وليكن هنفترض ان في مقاومه متغيره في الدايره، يعني كانت 5 اوم بعد كده بقت 10 اوم، فالاي اس ده اتغير 1000000% جهد المصدر اللي هو 1.2 اي اس ده هيتغير. يبقى هو ديبندنت، يعتمد على حاجه ثانيه في الدايره، يعني في حاجه ثانيه في الدايره بتعمل عليه كنترول، بتتحكم في قيمته. طب دي يا باشمهندس في حاجه في الواقع جنبنا هنا قريبه تشوفها؟ لا مفيش. كل اللي عندك في البيت اندبندنت، لا يعتمد، بيطلع 220 جهد ثابت او بيطلع تيار ثابت. مش هتلاقي عندك حاجه في اللي حواليك تقدر اوصل لك بها كحاجه عمليه. خلاص الحته دي فيها مشكله؟ الحته دي فيها مشكله؟ اتفضل باشمهندس. بناء على ايه حددت ان هو دي سي؟ بناء ان احنا اصلا اولا شغالين دايره دي سي، خلاص الدايره اصلا احنا شغالين دلوقتي دي سي، حلو. وثانيا في بطاريه، انت ممكن واحد يقول لي مش طب انا ممكن احط مصدر دي سي مع اي سي، اه ينفع، بس خلي بالك هنا هنكتب لك التردد. ادام ما كتبش التردد اعرف ان ده دي سي. يعني انا حبيت اعمل حاجه شكل كده، حبيت ان انا اقول مثلا هوصل دايره دي سي مع دايره اي سي، ده ينفع؟ اه ينفع. طيب طب ليه يا باشمهندس ما قلتش على دي اي سي بقى؟ عندما انت بتقول كده اهو بتنكر الكلام بتاعك. لا قلت لك هنكتب حاجه اسمها التردد، التردد 50 هرتز او 60 هرتز، طبعا في مصر التردد 50 هرتز، فهكتب لك تحت كده اقول لك الفريكوانسي 50 هرتز، ساعه ما تشوف كلمه فريكوانسي تعرف ان ده اي سي. طبعا دي حوارها قدام، قدام هتعرف يعني ايه التردد وايه الحوارات دي، لازم هنا هيضيف لك حاجه، خلاص. لكن بما اننا اصلا ما خدتش الاي سي فدي سي خلاص، وانا عارف ان هو لو اي سي هيضيف لك حاجه اسمها تردد، التردد كذا هيعرفك يعني. خلاص تمام يا باشمهندسة؟ باشمهندسة اه تمام، فهمتها يعني ولا فيها مشكله؟ لا تمام. هيضيف لك تردد، يعني هو حابب يقول لك الاي سي هيقول لك ان ده اي سي قيمته 1.2 اي اس، وهيقول لك ان التردد كذا. ما تشوف التردد اعرف ان التردد ده معناه ان ده اي سي، خلاص خلاص. التردد الفريكوانسي ده ما بيظهرش غير في الاي سي، طبعا في الدي سي الفريكوانسي بزيرو، ما فيش تردد اصلا لانه خط ثابت، خلاص ملوش تردد. خلاص نرجع بقى لموضوعنا تاني، يعني لو الحته دي وضحت نرجع لموضوعنا. لو انا جيت اقول لك يا باشمهندس، لو انا جيت اقول لك هنخش على مصادر التيار، طبعا مصادر التيار في حاله الاندبندنت سواء الدي سي اند الاي سي كارنت سورس اللي هو رقم دي، دي اندبندنت يعني لا يعتمد، يعني يا باشمهندس 5 امبير هيطلع ال 5 امبير، 10 امبير مكتوب عليه 10 امبير هيطلع ال 10 امبير، ما بيعتمدش على اي حاجه في الدنيا. تعال نروح للرقم اي اللي هو الرمز المعين، ادام رمز معين يبقى ديبندنت، وده يا باشمهندس اه ديبندنت، يبقى يعتمد على الدي سي، ده ينفع للدي سي والاي سي كارنت سورس، ينفع للاثنين. ساعة ما اشوفه في الدايرة لا هيبقى مكتوب، ساعة ما اشوف الرمز ده اصلا اعرف ان هو مش هيكتب لك 5 امبير او 6 امبير، لا ده هيكتب لك 5 حاجة. 5 ما ليكن 5 في اكس، الفي اكس دي هتلاقيها على عنصر تاني، يعني بيعتمد على حاجة على جهد في حتة تانية. طيب يا شمس انت بتقول لي هو 5 في اكس، طب انا مثلا وليكن الفي اكس دي طلعت ب 3، فاقول له 5 في 3 تطلع ب 15 فولت، لا 15 امبير. هو احنا بناخد قيمة الفي اكس كقيمة وليس بوحدتها. فهو 5 في اكس، الفي اكس جيت ابص لقيتها على عنصر تاني قيمتها وليكن ان 3، ف 5 في 3 ب 15 كقيمه، وده يعتبر تيار يبقى 15 امبير. خلاص؟ يعني هو عامل كنترول عن طريق الفي اكس على المصدر ده. باشمهندس طب احنا دايما بناخد ان البطاريه مصدر جهد، لكن عمرنا ما خدنا حاجه مصدر تيار. اه انت ما شفتش ان هي بقول لك هي مش موجوده حواليك، يعني حتى مصادر التيارات اولا الديبندنت مش موجود حواليك، ثانيا مصادر التيارات مش موجوده حواليك، لا في المخطط وكده في حاجات خاصه، هي مش موجوده حواليك مش هتشوفه، ماشي؟ يعني مفيش حاجه واقعيه قدامك دلوقتي اقدر اقول لك عليها ده مصدر تيار، ماشي؟ تمام ماشي يا حبيبي. تعالى باشمهندس ناخد مثال، حد عنده مشكله بقى في النظر اللي اتشرح؟ انا كده كده النظر انا هديه لك خلاص. حد عنده مشكله؟ تعالى يا باشمهندس هنشرح اول شابتر معايا، وطبعا الشابتر لو انت جيت تفتحه هتلاقي كله نظر ما عدا المساله دي. طبعا النظر ده هتروح تجيبه اصلا من الكتاب بتاع الدكتوره او ايا يكن، هي طبعا الدكتور او الدكتوره هم نازلين كتاب. خلاص باشمهندس الكتاب ده اللي هنجيبه منين؟ طيب
ما اعرفش دي مع الدكتوره بقى. مفيش دي مع الدكتوره او الدكتور فقال له حضرتك انا عاوز الكتاب بس. هو المفروض بس يحجزه مع مندوب الدفعه. كان مندوب الدفعه محدد مواعيد الناس تحجزه. المهم الكتاب فيه النظري والحاجات اللي انت تحتاجها يعني. او الكتاب جميل جدا. الكتاب فيه اصلا مسائل احنا هنحلها كلها. فالكتاب اصلا فيه امثله محلوله جميل لو تعرف تجيبه حقه. ده نصيحه يعني. خلاص انت ممكن اصلا ما تحتاجش انت تحل الشيتات خالص لان اصلا نفس المسائل موجوده هناك. فالكتاب جميل يعني. تعالى يا باشمهندس هنشوف اول مساله قدامك زي ما هي ظاهره قدامك كده. بيقول لك يا باشمهندس الدائره اللي قدامك دي كالكوليت ذا باور سبلايد اور ابسوربد باي اتش اليمنت. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني بيقول لك عشان تحسب لي الباور بتاع المصادر والباور الممتصه بتاع كل عنصر. انت عندك كم عنصر في الدايره؟ حد يقدر يقول لك عنده كم عنصر في الدايره؟ كبر لك الشاشه نشوف. انت عندك كم عنصر في الدايره يا باشمهندس؟ اربعه. عندك اربع عناصر. وبدليل ان هو كاتب لك على كل كاتب لك على واحده بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 عند اربع عناصر. يبقى عاوز الباور بتاع الاربعه. وقال لك ايه كمان؟ حد يقدر يقول لي كاتب ايه تحت كده؟ ديترماين الحصه بلاينج يعني ولا ديترماين تايب اوف اتش. يعني عاوز يحدد نوع كل عنصر. عاوز يحدد نوع البي 1 البي 2 البي 3 البي 4. يعني عاوز يحدد. ايوه يعني عاوز يحدد نوع اسكات سبلاي باور ولا ابسورب باور. خلاص يبقى احنا دلوقتي ما احنا فاهمين المساله هنعمل فيها ايه. احنا هو طالب البي 1 البي 2 البي 3 البي 4 وعاوز يحدد نوع كمان. تعالى يا باشمهندس احنا طبعا هناخد المساله وهناخد المطلوب. خدنا شكل الرسمه وخدنا المطلوب. لو جينا اقول لك احسب البي 1. المشكله بقى يعني في شغلتنا دي ان كل واحد فاهم ان هو فاهم وكده مش ممكن يفهم. بالك بقى لو فاهم ان هو مش فاهم كده ممكن يفهم. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. اه والله. تعالى باشمهندسين نحسب قيمة البي 1. الباور زي ما انت عارف ان هو قانونها لها تلات قوانين. هو ال V في I او ال I تربيع في ال R او ال V تربيع على ال R. تعالى باشمهندس زي ما انت ملاحظ في المسألة لو انا جيت احسب البي 1 هتلاقي ان عندي جهدها هو ال 4 فولت والتيار اللي خارج منها هو ال IS 5 امبير. يبقى انا معايا الجهد ومعايا التيار. يبقى انا اول حاجة يا باشمهندسين عشان احدد الباور محتاج قيمة الجهد ومحتاج قيمة التيار وهم معايا قيمة ال V في R. تاني حاجة باشمهندسين بحتاج ان انا احدد نوع الباور دي. خلاص نوع الباور دي زي ما انا قايل لك اسكات ابسورب او اسكات هي سبلايد. تعالى باشمهندس الاول نحسب قيمة ال V 1. ال V 1 يا باشمهندس هي بتساوي ال V 1 في ال I 1. خلاص عشان هي الباور B 1 فانا سميت الجهد V 1 و I 1. ال V 1 قيمته 4 فولت والتيار قيمته 5. يبقى ال 4 في 5 ب سالب ب 20 واط. طيب واحد يقول لي يا باشمهندس السالب دي جت منين؟ السالب دي يا باشمهندس جيت ان انا رحت اشوف نوع الباور دي. لاحظت يا باشمهندس دايما قلت لك عشان نحكم على نوع الباور دي بنروح نبص يا باشمهندس نشوف التيار لو خارج من الموجب بنسميها سبلايد ولو هو داخل للموجب خلاص بنسميه ابسورب. خلاص يا باشمهندس تعالى لما نبص للباور بي 1 نروح للموجب بتاعها هنلاحظ ان التيار الاي اس الاي اس خارج من الموجب. يبقى دي يا باشمهندس على طول بنسميها سبلايد باور او اسم تاني يا باشمهندس. طبعا هي لها تلات مسميات انا اديتك واحد منهم اللي هو السبلايد باور او الديليفرد باور. المسمى التالت اللي الدكتور اداهولك وده اللي هنتعامل بيه هو الجينيريتد باور. يبقى لها تلات مسميات اسمها ديليفرد او سبلايد او جينيريتد. خلاص يبقى هنسميها جينيريتد باور. طب واحد هيقول لي يا باشمهندس هي اما اجي احط السالب خلاص ادام هي سبلايد باور يبقى هي لازم تكون في سالب. السالب ده يا باشمهندس احطه ناحيه الجهد او ولا التيار؟ يا باشمهندس مش هتفرق. تحط المهم ان انت في الباور في الاخر تطلع بسالب. تحطه للجهد تحطه للتيار مش هتفرق. خلاص انك هتروح تلاقي مراجع مره يحط الاشاره للجهد ومره يحط الاشاره السالب للتيار. المهم ان في حاله ان الباور دي جنريتد باور خلاص لازم احط سالب في الباور. خلاص يا باشمهندس بما ان التيار خارج من الموجب زي ما انا قايل لك يبقى دي يا باشمهندس جنريتد باور او ديليفرد باور او سبلايد باور. اي مسمى من الثلاثه صح. تعالى يا باشمهندس نحسب تاني حاجه البي 2. البي 2 يا باشمهندس طبعا هنستخدم قوانين طبعا الفي في اي على طول بقى لان هتلاحظ ان هنا الجهد معلوم والتيار معلوم.
فانا يا باشمهندس هروح للبي 2 هلاحظ ان الجهد معلوم هو 2 فولت والتيار بتاع البطاريه دي معلوم 5 امبير. يبقى انا يا باشمهندس معايا الجهد ومعايا التيار، يبقى هقول في 2 في اي 2 معايا الجهد ب 2 فولت زي ما انت شايف فوق والتيار ب 5 امبير. هتطلع يا باشمهندس بتساوي 10 واط، تطلع بتساوي 10 واط. تاني حاجه يا باشمهندسين بروح احدد نوع الباور دي، هروح لموجب البطاريه ابص يا باشمهندس اشوف التيار خارج ولا داخل، هروح عند الموجب هلاقي التيار خارج، يبقى دي يا باشمهندس سبلاي باور اللي هي جنريتد باور، يبقى لازم احط اشاره سالب، اما احطها للجهد او احطها للتيار مش هتفرق، تطلع بسالب 10 واط. تعالى يا باشمهندس للبي 3، البي 3 يا باشمهندس هتلاحظ ان المصدر اللي قدامك ده يا باشمهندس ده مصدر جهد، اوعى تنسى دي يا باشمهندس زي ما انا اديتك المصادر قبل كده، ده ديبندنت سورس بيعتمد على حاجه تانيه في الدار. ده اول معلومه. تاني معلومه يا باشمهندس تاخد بالك منها ان ده جهد ولا مصدر جهد ولا مصدر تيار. طبعا يا باشمهندس في الحاله بتاعتي دي زي ما انا اديتك المصادر ده مصدر جهد وليس مصدر تيار، يبقى يا باشمهندس البيانات اللي هو مديها لك دي بتاعت الجهد، يبقى 1.2 من 10 في الاي اس، ده يا باشمهندس جهد هيطلع بقى ب 5 فولت 6 فولت 20 فولت ايا يكن، ده كله على بعضه كده قيمه تطلع بالجهد. الاي اس ده فين يا باشمهندس؟ الاي اس ده هنا اهو اللي هو ال 5 امبير، يعني كل اللي يهمني قيمه الخمسه دي، يبقى انا الاي اس هنا بخمسه، يبقى اضرب 1.2 من 10 في الخمسه يدينه قيمه الجهد. ما تقوليش ده امبير، لا يا باشمهندس هو بيقول لك ان مصدر الجهد ده معتمد على التيار الاي اس ده كقيمه، يعني تاخد القيمه الخمسه دي تضربها في 1.2 من 10 يديك قيمه الجهد بتاع المصدر ده. يبقى انا معايا قيمه الجهد اللي هي 1.2 من 10 في الاي اس، هضربها في التيار، خلي بالك التيار هنا قيمته لو انت لاحظت اللي داخل للمصدر هو 1 امبير. خلاص، يبقى انا يا باشمهندس هروح اقول له ان البي 3 بتساوي الفي 3 في اي 3، الجهد بكام؟ هو 1.2 من 10 في اي اس. في كام يا باشمهندس؟ في التيار اللي هو اي 3 اللي هو 1 امبير. هعوض عن الاي اس، خلاص هعوض عن الاي اس ب 5، هعوض عن الاي اس ب 5، هيطلع له قيمه الباور ب 6 واط. واحد هيقول لي يا باشمهندس طب نوع الباور دي ايه؟ هروح يا باشمهندس ابص موجب البطارية فين؟ موجب البطارية اهو يا باشمهندس، موجب البطارية اهو، هشوف التيار داخل ولا خارج من الموجب. طبعا انت لو بصيت للموجب هتلاقي التيار يا باشمهندس داخل للموجب، باشمهندس هتلاقي ان التيار هيبقى يا باشمهندس داخل للموجب، يبقى دي على طول يا باشمهندس ده ابسورب، يبقى باجي عند موجب البطارية، موجب البطارية واشوف التيار داخل ولا خارج. باشمهندس هنا يا باشمهندس هتلاحظ طبعا ان التيار داخل لموجب البطاريه، خلاص موجب البطاريه مش خارج، خلاص لو داخل لموجب البطاريه دي يا باشمهندس يبقى على طول يا باشمهندس ده ايه؟ ده يا باشمهندس ابسورب، ده ابسورب او الدكتور بيسموه لك طبعا كونسيومد، كونسيومد باور. طبعا هي لها ثلاث مسميات، خلاص هي الابسورب او ان انت ممكن المسمى الثاني تسميها كونسيومد باور. خلاص يبقى المسمى الجديد اللي المفروض انت تعرفه هو الكونسيومد باور. يبقى انا يا باشمهندس ده كونسيومد باور اللي هي الديسيبيتد باور هي الابسورب باور، التلات مسميات صحيحه. قلنا الكونسيومد باور يا باشمهندس بتبقى موجب، فهنا يا باشمهندس هتلاقي لاحظ ان الجهد والتيار انا حطيتهم موجب. كده انا حسبت البي 3. تعال نحسب يا باشمهندس البي 4، قيمه الجهد معلومه هي 6 فولت وقيمه التيار معلومه 4 امبير، فاروح اجيب البي 4، البي 4 هي جهد في التيار اللي هي 6 في 4 بتساوي 24 واط. اروح اشوف نوعها، هروح على موجب البطاريه، خلاص موجب البطاريه هتلاحظ ان التيار داخل لموجب البطاريه، يبقى دي يا باشمهندس ابسور او ديسيبيتد او كونسيوم دبار. طبعا الدكتور بيستخدم كونسيوم دبار فانا نقول لك هي كونسيوم دبار، طبعا دي موجبه. يبقى انا معايا لو انت لاحظت يا باشمهندس هتلاحظ ان انا معايا 2 جنريتد واتنين كونسيوم. تعال اما نعمل كده هتلاحظ يا باشمهندس ان البي 1 والبي 2 دول جنريتد، والبي 3 اللي هي دي، والبي 4 كونسيوم. يبقى انا معايا يا باشمهندس معايا 2
جنريتد واتنين كونسيومد. يبقى البي واحد والبي اتنين جنريتد والبي تلاتة والبي اربعة كونسيومد. في حتة اضافية باشمهندس هديها لك، دي هو مش طالبها في المسألة بس انت تعرفها برضو، لو قالك احسب لي البي جنريتد السمشن بتاعه. انا عندي قايل لك البي جنريتد اللي هي بتطلع باور، هتلاحظ ان البي واحد والبي اتنين دول الاتنين دول يعتبروا اكنهم بطاريات بتطلع باور. فهو هروح اجيب قيمة البي واحد، لو انت لاحظت هتلاقيها بسالب 20 والبي اتنين بسالب 10، جمعتهم طلعت بسالب 30 واط. المفروض يا باشمهندس لو انا جيت احسب السمشن برضو بتاع البي كونسيوم، لو انا حبيت احسب السمشن بتاعها خلاص، هتلاقي طبعا هو البي المفروض البي كونسيوم، البي كونسيوم ده يا باشمهندس هتلاحظ ان هي عبارة عن البي تلاتة زائد البي اربعة. البي تلاتة لو انت جيت من بره هتلاقي 6 واط، وهتلاحظ ان البي اربعة لو انت جيت تجيب قيمتها هتلاقي 24 واط، اللي هي بتساوي مجموعهم 30 واط. انا عاوزك تلاحظ يا باشمهندس ايه علاقة البي جنريتد بالبي كونسيومد، هتلاحظ يا باشمهندس ان قيمتهم واحدة. فانت ممكن نقول ملحوظة ان البي جنريتد هي نفسها قيمة البي كونسيومد، وده الطبيعي ان في اي دايرة كهربية تلاقي ان اللي الدايرة بتديه هو نفسه قيمة المستهلك، لانه مش هيروح في الهواء. يبقى البي جنريتد الباور المولدة هي نفسها قيمة الباور المستهلك. خلاص يا باشمهندس، يبقى من اول حساب قيمة السمشن بتاع البي جنريتد دي زيادة في المسألة، عشان لو اتطلبت منك تعرف انت ممكن تجمع الباور. طبعا لازم البي جنريتد تطلع سالبة، البي كونسيومد لازم تطلع موجبة، ولازم قيمتهم في الآخر في أي دايرة لازم يطلعوا الاتنين بيساووا بعض. بعد كده يا باشمهندس خلاص، هو دي كانت أهم أجزاء في المحاضرة خلاص، ودي اللي ممكن تيجي في الامتحان. الأجزاء التانية دي صعبة، يعني هي مفاهيم أساسية اللي الدكتور اديها لك بتاع حساب المقاومة حساب الجهد والحاجات دي، كانت مفاهيم أساسية مش هيجيلك عليها مسألة مباشرة في الامتحان بكده. بس تعالى تأكيدا للمحاضرة خلاص، هنبتدي نديك مسألة على كل جزئية الدكتور شرحها في المحاضرة. لو انت مسقط في حاجة ممكن تجمع منها في الحتة دي، لكن الحاجات اللي ممكن تجيلك في الامتحان هي المسائل الشكل دي اللي ممكن فعلا تيجي في الامتحان. نديك بقى جزئية مسألة على كل جزئية الدكتور اديها لك، توضيح للأجزاء اللي الدكتور اديها لك، ودي حاجات زيادة يعني مش معانا في الشيت، بس يعني يفضل انت تبقى مذاكرها بحيث انت فاهم المحاضرة وكده. افرد يا باشا، افرد افرد افرد. مش افرد عارف افرد. شكلي هينام ولا ايه؟ افرد يا باشا. نشرح. هل كده الوايت بورد ظاهرة بالنسبة لكم كويس؟ يعني المسألة واضحة؟ واضحة واضحة. تمام. نبدأ ان احنا اول مسألة. تمام. نبدأ ان احنا اول مسألة عندي هنا، اول مسألة بتتكلم على قانون اوم اللي هو جهد بيساوي التيار في المقاومة، والباور بتساوي الجهد في التيار، وبتساوي الجهد تربيع على المقاومة هي نفس القيمة بتساوي التيار تربيع في المقاومة. يعني انا لو عندي مسألة زي دي كده، دي جايبينها من الفيديو، الفيديوهات اللي قلت لكم عليها هنمشي عليها خطوة خطوة. لو انا عندي مسألة زي دي كده، التيار تربيع ضربته في المقاومة، يبقى كده ده ايه؟ ده قيمة الايه؟ الباور اللي هنا. المطلوب عندي هنا ان هو عايز يحدد قيمة المقاومة، ماشي، عايز يحدد المقاومة دي بكام، والفولتج سورس قيمته بكام، يعني عايز يحدد الـ VS قيمتها بكام. يبقى هو عايز يحدد قيمة الـ R وعايز يحدد قيمة الـ VS، وهو مديني معطى الباور، مديني ان قيمة الـ IS هنا التيار بـ 4 ملي أمبير، ده كده التيار، ومديني الباور المفروض ان هي قيمتها بي ار اللي هي قيمة الباور عند المقاومة. مش هكتبها، هتتحسن دلوقتي. لحظة واحدة بس كده عشان احسن الكتابة، وان شاء الله يعني هتظبط معايا. دي كده قيمة الباور عند المقاومة. الباور دي كده عايزين من خلالها نوجد قيمة الايه؟ المقاومة دي. المفروض ان انا عندي قانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان I تربيع في الار بتساوي الباور.
يعني معنى كده ان انا عندي التيار، التيار ده كله المفروض ان هو رايح للمقاومه دي، يعني معنى كده ان قيمه المقاومه هتساوي كام؟ عشرين. ايه؟ عشرين. لا هي انا هقسم، هو المفروض البي بالتالي مش الباور 80؟ الباور 80 اه، والتيار 4. 4 4 تمام. بس هنا القانون بيقول لي ايه؟ ان اي تربيع، التيار تربيع تمام كده؟ عندي هنا قانون التيار تربيع صح كده؟ تمام. 80 على 16 تمام بالظبط كده. يبقى هتبقى الار ماشي هتساوي البي على التيار تربيع اللي هو في النهاية هتساوي 5 كيلو. تمام كده ماشي. الجزئية دي واضحة؟ تمام تمام. طيب بالنسبه اللي بيقول لي الفولتج سورس، هو المفروض هنا عندي كارنت سورس ولا فولتج سورس؟ الدوريه ديت والسهم اللي جواها بيقول لي ان انا عندي كده كارنت سورس، يعني السهم اللي جوه ده كده الاشاره بتاعت ايه؟ ده كارنت سورس، مصدر تيار بيطلع تيار ثابت ايا كان ايا كانت الايه العناصر اللي في الدايره. طب هو عايز قيمه البي اس، البي اس ديت اللي هي مين؟ اللي هي جهد عند التيار ده، ان عند مصدر التيار لو حولته لمصدر جهد. طب مش هو التيار ده او مصدر التيار ده الجهد عنده هو نفسه الجهد عند المقاومه، لان الاثنين على التوازي مع بعض، يعني الطرفين دول كده المفروض ان هو الجهد ما بينهم نفس الجهد اللي عند الطرفين دول صح كده؟ يعني انا لو جبت الجهد عند المقاومه هيبقى نفسه هو جهد الايه؟ الفولت سورس. فيبقى ال VR ده الجهد عند المقاومة هيساوي ال VS هيساوي التيار في قيمة المقاومة اللي هو هيساوي 4 ملي أمبير في 5 كيلو أوم. يبقى ب 20 فولت. تمام كده يا جماعه؟ في هنا مشكله في المساله ديت؟ تمام كويس كويسه. طيب تمام ناخد خط كده وننتقل في مكان تاني في الايه في البورد بتاعي. المسألة ديت كده المفروض ان هو بيقول لي هنا عايز التيار والباور، وعايز يحدد الباور دي absorbed ولا supplied. يبقى هو عايز التيار، هو مديني هنا مصدر جهد، مصدر جهد ده متوصل على مقاومة، وعايز قيمة التيار. تمام؟ من خلال قانون اوم اقدر ان انا اجيب قيمة الايه؟ قيمة التيار صح؟ طيب وقيمة الباور نفس الكلام من خلال القانون اللي احنا ايه؟ لان شفناه في المسألة اللي قبلها. الباور دي بقى ابزوربت ولا سبلايد، يعني الباور ديت ممتصة ماشي؟ ولا الباور ديت سبلايد يعني خارجة من المصدر؟ الباور عند المقاومة ديت نوعها ايه؟ فنبدأ نحل كده ونشوف. ماشي؟ أول حاجة المفروض إن أنا أجيب التيار، فالتيار هيساوي الجهد على ايه؟ على قيمة المقاومة. الجهد اللي هو كام؟ الناس تشارك معايا كده؟ 12 على 12 فولت. تمام 12 فولت على 2 كيلو اوم ماشي. ممكن اكتبها 2 كيلو اوم كده، او ممكن اكتبها 2 في 10 اس 3، يعني ممكن اكتبها زي ما كتبتها كده 2 كيلو اوم او 2 في 10 اس 3 ماشي. يطلع لي في النهايه
التيار في 6 ملي امبير. ماشي، جت منين؟ ان 12 على 2 في 10 اس 3 اللي هي ب 2000 يطلع لي ب 6 ملي امبير. 6 ملي، الملي ده ب 10 اس سالب 3. ماشي، نكمل حسابات. الباور بقى عند المقاومة قيمتها بكام؟ المفروض من قانون الباور تمام، ال V في ال I او اي او I تربيع في ال R او ال V تربيع على R، اي قانون منهم، بس اسهل واحد فيهم هيبقى ال V في ال I. فزي ما قلته بالظبط صح، ال V هتساوي 12 فولت ماشي، مضروبين في 6 امبير، 6 ملي امبير. يطلعوا 72 مليون. تمام كده. طيب نوع الباور دي بقى ابزوربت ولا سبلايت؟ تعالوا نطلع كده. التيار داخل فين؟ داخل عند المقاومة، هنا موجب وهنا سالب. تمام، التيار داخل للمقاومة، اعمل لي اشارة هنا موجبة وهنا سالبة. يبقى معنى كده ان الجهد اللي هنا ده كده الجهد اللي على المقاومة، يبقى التيار داخل للموجب. يبقى معنى كده ان الباور دي نوعها ايه؟ الباور دي المفروض هيبقى نوعها باور ابزوربت. ابزوربت ليه؟ امتى الباور تكون ابزوربت؟ لان انا عندي الاليمنت ده او العنصر ده المقاومه دي، المفروض ان ده باسيف اليمنت. باسيف اليمنت بياخد الطاقه تمام، بيمتص الطاقه المفروض في الدايره او بيمتص القدره اللي في الدايره ماشي، او ديسيبيت. ديسيبيت الطاقه يعني ايه؟ يعني بياخد الطاقه دي، الطاقه دي جواه بتتحول بعد كده الحراره تمام. طب امتى الباور هتبقى سبلايت؟ لو هي من مصدر، ده مصدر كهرباء، فالمفروض ان المصدر الكهرباء يعمل ايه؟ هيغذي باور، هيغذي قدره تمام، فالباور منه هتبقى سبلايت. طب اعرف ازاي ان الباور دي سبلايت؟ لو كان اشاره الجهد موجب سالب زي المصدر ده كده ماشي، والتيار خارج منه يعني اتجاه التيار لاعلى كده ماشي، في الوقت ان مصدر الجهد فيه ماشي موجب سالب، يبقى ساعتها دي باور سبلايت من عند المصدر ماشي. هتروح فين الباور ديت؟ هتروح للمقاومة اللي هي ابزورب الباور دي. تمام كده؟ الجزئية دي واضحة بالنسبة للناس؟ لا معلش تاني، معلش عشان مش فاهمينها دي. تمام، في باور نوعين عندي للباور، في باور ابزوربت وباور سبلاي. الباور الابزوربت ديت الباور اللي هي هتبقى في الباسيف اليمنت او العناصر اللي هي زي المقاومة مثلا. المقاومة بتعمل ايه؟ بتمتص طاقة ماشي، او بتاخد طاقة او بتاخد باور ماشي. الباور ديت جوه المقاومة بتتحول لايه؟ بتتحول لحرارة، ملناش دعوة بيها، يعني مثلا زي السخان كتطبيق عملي مثلا ماشي. طيب الباور الابزوربت دي اعرفها ازاي؟ اعرفها من ان التيار يبقى ماشي داخل في المقاومة، وهنا الجهد عندي على المقاومة ايه؟ موجب سالب. طب الجهد اصلا على المقاومة بقى كده منين؟ مش المقاومة دي متوصلة توازي مع مصدر الجهد ده؟ تمام، كونها متوصله توازي مع مصدر الجهد ده يبقى جهدها هو نفس مصدر الجهد، موجب سالب صح كده؟ ده الجهد على المقاومه. طيب التيار بقى ده ايه؟ اي كومبوننت في السيركت بتاعتنا هيبقى ابزوربد ما عدا بس السورسز بتاعتنا صح، ولا في حاجه مختلفه؟ الكومبوننت يعني اغلب الكومبوننت هتبقى كده، بس هو ممكن يعني ايه يجيب لك مثلا سيركت مش واضح فيها العنصر، يعني يجيب لك مثلا العنصر عباره عن ان هو حاجة مقفولة كده، مستطيل مقفول كده. فالمستطيل المقفول ده يا ترى ده بقى هيبقى عنصر عبارة عن انه ايه؟ مش شرط ان هو يحدد لك نوع العنصر، يعني ممكن يجيب لك حاجة مقفولة كده ويقول لك احسب العنصر ده كده الباور فيه ابزورد ولا سبلايت. فانا ساعتها هعمل ايه؟ هشوف الجهد عليه. لو كان الجهد مثلا على العنصر ده موجب سالب، لو كان التيار داخل للعنصر، يعني نعملها بلون تاني كده، لو كان التيار داخل للعنصر ده معناه ايه؟ ده معناه ان الباور ابزورد. طب لو كان التيار خارج من الموجب ده معناه ان ايه؟ الباور ده بيسبلاي باور زي المصدر الجهد كده، مصدر الجهد هتلاقيه موجب سالب، التيار خارج من الموجب ده معناه ان هو بيسبلاي باور. تمام كده؟ ناخد المساله اللي بعدها. معلش على اذن حضرتك، بالنسبه للسؤال رقم واحد، البي طبعا كانت معطى اللي هي 80 مش كده؟ 80 دي كانت معطى. تمام تمام.
وحتى الملخص اللي انا هرفعه لكم بعد كده وهوريه لكم حالا، يعني انتوا ايه مشاركتكم معايا دلوقتي هتخلي الموضوع يعني ايه، لو في حد عنده مشكله في حاجه بيسال عليها اول باول، لانه بيفكر في المساله مش مجرد ان مستمع وخلاص. وفي نفس الوقت بعد كده هتلاقوا ان الايه ان الكلام ده مكتوب بشكل اوضح، يعني لو ممكن وريته لكم دلوقتي، بس هوريه لكم بعد ما نخلص شويه، يعني هنخلص بس شويه مسائل وبعد كده ايه اوريكم المسائل دي مكتوبه. تمام، اول حاجه دلوقتي هنبدا بقى نكمل بقى المساله ديت. المساله ديت بيقول ان هو عايز الميسنج كوانتيتي اللي هي الباور، عايز قيمه الباور. ماشي، قيمه الباور ديت انهي باور بالظبط؟ الباور لكل عنصر في الداله، ادي عنصر رقم 1، عنصر رقم 2، عنصر رقم 3. ماشي، كل ديت عناصر فيها ايه بتطلع باور. ماشي، كذلك المصدر ده، ماشي، وكذلك المصدر ده. تمام، وهنشوف كل عنصر هنحسب له الباور بتاعته ازاي. اول حاجه نيجي للمصدر اللي هو ال 36 فولت ده. المصدر اللي هو ال 36 فولت ده المفروض ان ده مصدر ايه؟ مصدر جهد. ماشي، مصدر الجهد ده المفروض ان هو بيطلع تيار، قيمه التيار بتاعته اللي هي اي اكس ب 4 امبير. تمام كده، ماشي تمام. ماشي، معنى ان قيمه التيار بتاعته 4 امبير، فانا هبدا ان انا علشان خاطر اجيب الباور ابدا ان انا اضرب قيمه الجهد اللي هو سالب 36 في ايه؟ في 4 اللي هي قيمه التيار. نقدر من كده نجيب قيمه الباور. طب انا ليه حطيت الجهد باشاره سالب؟ علشان خاطر المفروض ان انا في النهايه الباور اللي هتطلع لي ديت هتطلع لي باشاره سالبه. ماشي، سالب 144 واط. يعني ايه سالب 144 واط؟ يعني الباور دي باور سبلايت، يعني انا هسميها كده 144 سبلايت. ماشي، 144 سبلايت. الجزئيه دي واضحه يا جماعه؟ الباور سبلايت بنديها اشاره سالبه، الباور ابسوربت بنديها اشاره موجبه، او بنكتب 144 سبلاي. يعني بدل ما ندي اشارات بنبدا ان احنا نكتب ايه قيمه الرقم وجنبيه ايه نوع الباور بتاعته. ماشي، دي طريقه ودي طريقه. يبقى دي الباور عند السورس اللي هو 36، هسميها مثلا بي 36. تمام، بعد كده في عندي بي واحد. ماشي، البي واحد ديت اللي هي فين؟ اللي هي هنا. ماشي، البي واحد دي المفروض ان ايه عندي التيار اللي مر فيها قيمته كام؟ تيار 4 امبير. 4 امبير، تمام. والجهد صح مظبوط، والجهد اللي عليها 12 فولت. تمام، يبقى معنى كده ان بي واحد ديت هتبقى 12 مضروبه في كام؟ 4. طلع لي 48 واط. يعني معنى كده ان الباور دي طالعه موجبه. ماشي، زي ما قلنا السهم التيار داخل لايه؟ داخل الموجب. ماشي، يبقى الباور ديت موجبه، يعني الباور ديت ابسورب. ماشي، الباور ديت ابسورب. نفس الكلام مع بي 2. ماشي، بي 2 هتبقى المفروض ان هي ايه؟ هيبقى المفروض برضو نفس الكلام، الجهد 24 فولت. ماشي، 24 فولت في 2. ماشي، يبقى نوع الباور ديت ايه؟ بي 2 ابزور. صح، نكمل بعد كده على طول. اللي عنده سؤال في اي حاجه يوقفني ويسال. تمام، طيب بعد كده عندنا الباور اللي هي
في المصدر ده شايفين المعين ده، المعين ده ايه؟ رمز ايه؟ المفروض ان انتوا اخدتوه في المحاضره. المعين ده المفروض ان هو رمز الديبندنت سورس، ماشي؟ الدايره ديت يعني اندبندنت سورس، اندبندنت يعني مستقل، ماشي؟ ده مصدر مستقل بيطلع الجهد بتاعه، ماشي؟ الجهد ده ثابت ايا كانت العناصر اللي في الدايره. انما المصدر ده ديبندنت سورس، ديبندنت سورس يعني معنى كده ان هو بيطلع الجهد بتاعه طبقا لقيمه تيار. لو نلاحظ ان الديبندنت سورس ده او المعين ده قيمته قيمه جهده بتساوي كام؟ 1 في اي اكس، ماشي؟ مين اي اكس؟ اي اكس ده تيار موجود تاني في الدايره. لو جينا ندور هنلاقي ان هو ده قيمة اي اكس، يعني ده كده الاي اكس اللي هو الاربعة امبير دي، تمام؟ فقيمة الاي اكس ده، تمام؟ على حسب قيمته المصدر ده هيطلع الايه؟ الجهد بتاعه. يبقى ده dependent voltage source او بنسميه current controlled voltage source. يعني ايه؟ يعني الفولتج سورس ده بتحكم فيه عن طريق current تاني، تيار تاني موجود في مكان تاني في الدائرة، تمام؟ يعني لما اقول الجهد ده بكام، ماشي، انا عرفت منين ان هو مصدر جهد؟ العلامه موجب والسالب. لو كان مصدر تيار كان هيبقى شكله كده، انا هيبقى شكله عباره عن ان هو معين، ماشي، بس فيه سهم كده، ماشي. انما لا، هو المفروض ان هو معين موجب وسالب. فالمعين اللي هو الموجب والسالب ده، تمام، ده كده فولت السورس. طيب هو بتحكم فيه عن طريق ايه؟ تيار تاني في الدايره. طب ممكن يجي لي فولت السورس بتحكم في قيمته عن طريق جهد مثلا تاني في الدايره؟ اه تمام، موجود. طب التطبيق العملي للحاجات ديت اللي هي الايه؟ اللي هي الامبليفاير، ماشي؟ الامبليفاير والترانزستور والحاجات دي بيبقى قيمه ساعات قيمه التيار اللي بتخرجها او قيمه الجهد اللي عليها بيتغير على حسب ايه؟ على حسب قيم التيارات اللي موجوده في ايه؟ في الدايره. يعني ما هوش مصدر ثابت، يعني مثلا زي ده كده مصدر ثابت، ده زي البطاريه الموجوده في مثلا في الريموت، ماشي؟ ده مصدر ثابت. انما ده مصدر لا، بيتغير قيمته على حسب قيمه التيار اللي هو الايه؟ اللي بيتحكم فيه. واضحه كده فكرته؟ فانا لما اجي اقول ان انا عايز اجيب الباور عند المصدر ده كده، ماشي، يعني بي 1 اي اكس، ماشي، عند المصدر ده، تمام، هتساوي كام المفروض؟ هتساوي الجهد في التيار. هنكتب بقى عشان خاطر ايه يبقى ديت واضحه كده، قانون من اولها. طيب الجهد بتاعه بكام؟ 1 اي اكس، ماشي. طيب التيار بتاعه بكام؟ باتنين امبير. هو التيار بتاعه باي اكس؟ لا، التيار بتاعه او التيار اللي مر فيه هو التيار ده، التيار اللي خارج منه، تمام، اللي هو التيار الاتنين امبير. يبقى هو الجهد بتاعه 1 في الاي اكس، تمام. التيار اللي ماشي فيه بكام؟ باتنين امبير، زي المصدر ده بالظبط. التيار اللي كان ماشي فيه بكام؟ باربعة امبير، بس هو جهده بكام؟ ب36 فولت. ده كده جهده بكام؟ ب1 اي اكس، لكن تياره باتنين امبير. طيب نيجي بقى نعوض عن الكلام ده عشان خاطر نوجد قيمة الباور، ماشي. الواحد في الاي اكس، الاي اكس اصلا بكام؟ باربعة، صح كده؟ الناس كلها متفقة معايا؟ تمام كده يا جماعة؟ يبقى معنى كده انه ايه؟ يبقى في النهاية هيطلع 8. بس احنا الاول عايزين ايه؟ نشوف الايه؟ الاشارات بتاعتنا، هل هنحط هنا سالب ولا موجب؟ يعني الجهد بتاعه ده هنحط له سالب ولا موجب؟ ماشي، طالما التيار خارج من البوزيتيف يعني معنى كده ان انا المفروض احط هنا اشاره سالب، ماشي. يبقى سالب 1 اي اكس اللي هو سالب 1 في 4 اللي هو في النهايه هيطلع لي بسالب 8 واط. معنى انه سالب 8 واط يعني معنى كده ان الباور ديت قيمتها كام؟ الباور ديت قيمتها 8 واط سبلاي. ماشي، 8 واتس اب لايت. تمام كده، واضحه الفكره؟ تمام. اخر واحده عندنا، ماشي، بنفس الطريقه التيار اللي ماشي فيها كام؟ معلش، حته بتاع سالب 1، معلش، سالب بس. سالب، تمام. انا عندي هنا المصدر ده، المصدر ده المفروض ان هو سبلاي باور ولا ابزورب باور؟ ابزورب، ماشي. هعرف منين؟
الاشاره الموجبه التيار خارج منها ولا داخل فيها؟ خارج منها. خلاص يبقى معنى كده ان هو بيسبلاي باور. على فكره المصادر ذات نفسها حتى المصدر الثابت ده ممكن التيار يبقى داخل فيه امتى وهو بيشحن، مش في بطاريات قابله للشحن؟ البطاريه القابله للشحن ممكن التيار يبقى داخل. طب انا هعرف منين المصدر ده في التوقيت ده بيابزورب باور ولا بيسبلاي باور؟ ماشي، هعرف على اساس هل التيار داخل للموجب ولا خارج منه. تمام، يبقى دي الحاجه اللي هتعرفني العنصر ده بيسبلاي باور ولا بيابزورب باور. يبقى انا عندي العنصر ده، ده الموجب والتيار خارج منه، ده معناه ايه؟ هي الفكره واضحه؟ تمام، يعني فكره موضوع ان موجب التيار خارج، يعني اتجاه التيار في الاتجاه ده جاي من السالب رايح للموجب، خارج من الموجب، معنى انه خارج من الموجب يبقى معنى كده ان العنصر ده بيعمل ايه؟ بيسبلاي باور. تمام كده، الفكره ديت واضحه ولا في حد لسه عنده مشكله فيها؟ لا تمام ماشي. تمام، بعد كده الايه الجزئيه اللي بعدها اللي هي اخر حته بقى اللي هي بتاعه العنصر رقم 3 ده. العنصر رقم 3 ده المفروض ان هو داخل له تيار 2 امبير ماشي، والجهد بتاعه 28. طب ده ابزوربد ولا سبلايد الباور بتاعته؟ ابزورب بالظبط كده زي الفل. تمام، ابزورب يبقى معنى كده بس ان احنا ايه هنضرب 2 في 28 ان هي تطلع 56 واط، يبقى الباور ديت ايه؟ ابزورب. تمام، نبدا بقى ننقل على اللي بعدها. هو معلش هو كان عايز التوتال باور ولا عايز الباور عند كل كومبوننت؟ هو عايز الباور على كل عنصر. في بعد كده مسائل تانية هتجيلنا عايز فيها الباور على ايه، على 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 يعني ايه، على كل عنصر. وفي النهاية نشوف هل الباور الابزوربت بتساوي الباور السبلايت ولا لا. هو هنا ما طلبهاش بس بعد كده ممكن يطلب. تمام، في مسائل تانية احنا المفروض ساعتها لما يطلب الباور الكليه هنعمل ايه؟ هنجمع الباور الابزوربد مع بعض ونجمع الباور السبلايد مع بعض، والمفروض ان هم طبقا لقانون بقاء الطاقه هيطلعوا متساويين. تمام كده، نيجي بقى للجزئيه ديت. المفروض ان هو determine the missing quantity، الجزئيه او الايه العنصر الكميه المفقوده. ايه الكميه المفقوده ديت؟ اللي هي بي 2. عايز قيمه الباور اللي هي بي 2. بي 2 ديت بتساوي كام؟ تمام، بي 1 هو مدهاني معطى. تمام، نكتبها بس بالاحمر عشان خاطر تبان ان ديت معطى. بي 1 هتساوي 36 واط. تمام، هو مديني معطى بي 1. تمام، بعد كده عايز الايه الميسنج كوانتيتي اللي هي الايه البي 2. ماشي، المفروض ان اتجاه التيار هيبقى برضو هو محدده ده اتجاه التيار. ماشي، فهو دلوقتي البي واحد دي absorbed ولا سبلايد؟ اتجاه التيار داخل في الموجة. تمام، يبقى سبلايد. لا، البي واحد absorbed. ليه؟ لان اتجاه التيار داخل في الموجة، مش ده موجة وده سالب. هو مداني، هو مديني المسألة، هو مديني الاشارات، محدد لي الجهد كده. يبقى معنى كده واتجاه التيار حددولي برضو الاتجاه ده، يبقى التيار داخل في الموجة، بيبقى ده ايه؟ absorbed. تمام كده؟ عايز بقى هو البي 2. ماشي، فقبل ما اجيب البي 2 الاول ان انا هجيب ايه؟ اجيب قيمه العنصر ده. طب العنصر ده مش معايا قيمته، ما اعرفش هو مقاومه، ما اعرفش هو ايه. تمام، لكن انا اعرف الجهد عليه. طب فاضل لي طالما عايز اجيب باور من قانون الباور اللي هو بيساوي الثلاث حاجات اللي احنا عارفينها، ما انا محتاج اجيب ايه كمان عشان اعرف الباور؟ اجيب الامبير. طيب بالظبط، هجيب التيار. يبقى انا اروح اجيب التيار من القيمه هنا، انا عارفه قيمه بي 1 وعارفه قيمه الجهد عليها، اروح اجيب قيمه التيار. ماشي، يبقى معنى كده ان انا لما اجي احسب التيار يبقى هيطلع لي التيار ده كده اي هيساوي المفروض بي على البي.
ماشي. البي بكام؟ 36. هو مديها لي معطى، والبي بكام؟ الجهد اللي هو على العنصر رقم واحد اللي هو ب 12، صح كده؟ يطلع 3 امبير. ماشي كده يا جماعه؟ تمام. نكمل. ماشي. بعد كده هو عايز بي 2، ماشي؟ اتجاه التيار هو حدده باتجاه السهم ده وقيمته ب 3 امبير، ماشي؟ وهنلاحظ ان هو طالما طلع قيمه التيار ب 3 امبير يبقى الاتجاه اللي هو حدده مبدئيا سليم. ماشي؟ يعني هو كان محدد اتجاه التيار الاعلى. تمام؟ طيب. اتجاه التيار الاعلى ده طلع ب 3 امبير، ما طلعش مثلا بسالب 3 امبير، عارفين لو كان طلع هنا التيار بسالب 3 امبير ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو متحدد اتجاه غلط، ده معناه ان التيار المفروض يبقى يكون في عكس الاتجاه. تمام؟ لكن هو كده محدد اتجاه التيار صح، ماشي؟ اللي هو ب 3 امبير. طيب هنا بقى التيار في العنصر رقم 2 ده المفروض ان التيار خارج من الموجب ولا داخل فيه؟ خارج من الموجب يبقى سبلاي. صح بالظبط كده، يبقى سبلاي. يبقى معنى كده ان بي 2 ماشي هتساوي 3 ماشي مضروبه في كام؟ 3 دي اللي هي التيار مضروبه في كام؟ مضروبه في ايه؟ في قيمه الجهد اللي هي هتبقى 4 بسالب 4. تمام مظبوط، 4. انا بحطها بالظبط سالب 4 ليه؟ عشان خاطر اقول ان هي تطلع الباور في النهايه سالب 12 اللي هي باور ايه نوعها؟ سبلاي، زي ما انت قلت بالظبط. يبقى هو 12 وات سبلاي باور. تمام كده 12 وات سبلاي باور مظبوط. ماشي، وناخد المسألة اللي بعدها. لحد دلوقتي في اي مشكلة في اللي فات؟ تمام. الدورة تمام. عايز برضو هنا يحدد الميسنج كوانتيتي اللي هي الباور، عايز هنا برضو نفس الكلام يحدد الباور. عندي هنا الجهد على الاطراف، ايه اللي هو الرسمه اللي بيعملها العشوائيه دي؟ الرسمه دي معناها باقي الدايره، بس هو مش مهتم بباقي الدايره، هو كل اللي يهمه ايه؟ هو كل اللي يهمه الجزء اللي هو ايه؟ الجزء اللي هنا اللي هو عايز يحسب عنده الباور ده. فالجزء ده المفروض الجهد عليه هيساوي كام؟ مش هو الجهد على باقي الدايره في المنطقه دي كده سالب موجب، وهو مديله قيمه اللي هي سالب 6 فولت، صح كده؟ ماشي. يبقى معنى كده ان الجهد على العنصر رقم واحد ده بكام؟ بنفس الكلام، الجهد على العنصر رقم واحد ده هيبقى سالب موجب، ماشي، وقيمته كام؟ سالب 6 فولت، ماشي، نفس القيم. يبقى انا اعرف الجهد عند العنصر رقم واحد، واعرف التيار برضو عند العنصر اللي هو يساوي كام؟ سالب 4 امبير، ماشي. معنى ان التيار على فكره سالب 4 امبير وهو فرضه في الاتجاه ده، يبقى الفرض بتاعه المفروض غلط، المفروض ان التيار هيبقى ايه؟ هيبقى ماشي كده، بس لو اتقولنا ان التيار ماشي كده يبقى قيمته ساعتها بكام؟ ب 4 امبير. يعني انا لو فرضت التيار ماشي كده هيبقى قيمته ب 4 امبير. في حد ملخبط في الجزئيه ديت؟ ماشي؟ فكره الاتجاهات والاشارات حد ملخبط منها؟ ولا عادي تمام؟ معلش حضرتك عيدها تاني معلش. تمام. انا عندي التيار هو فرضه في انه اتجاه؟ التيار ماشي كده، تمام، يعني اللي هو التيار خارج من السالب، تمام، يعني لو قلنا عند العنصر ده التيار خارج منين؟ من السالب، صح كده؟ بس قيمته بسالب 4 امبير، معنى ان سالب 4 امبير السالب دي تعمل ايه؟ السالب في الدي سي بتعكس الاتجاه، يعني معنى كده ان التيار في الاتجاه المعاكس، ماشي؟ يعني التيار في الاتجاه العكسي. تمام، اتجاه العكسي ده اللي هو فين؟ اللي هو كده اللي انا عملته بالاحمر ده، تمام كده. طب لو انا عكست الاشاره خليت التيار في الاتجاه العكسي، يبقى معنى كده ان قيمته بكام؟ ب 4 امبير، ماشي؟ ماشي تمام كده. بس انا همشي ورا الفرض بتاعه، وحتى لو حليت بالفرض بتاعي برضو المفروض انه يطلع نفس الكلام ونطلع القيمه صح. هنيجي للباور دلوقتي، المفروض الباور دي على حسب الاتجاه بتاعه هو، ماشي، يعني على حسب الاتجاه بتاعه هو اللي هو فرضه بالاسود ده، المفروض ان التيار خارج من السالب، صح كده؟ ماشي. يبقى معنى كده ان الباور ديت ايه؟ او معنى اصح داخل الموجب، يعني هو التيار ده تكملته تحت لو جينا مثلا
بالاسود اهوت. التيار ده قيمته تحت عامله ازاي اهو، يبقى التيار ده داخل للايه؟ التيار داخل للموجب، صح كده؟ تمام. يبقى نبدا ان احنا نحل عادي خالص على اساس ان ايه، نفس القواعد اللي احنا خدناها. الباور بتاعتنا ماشي هتساوي الجهد في التيار، الجهد هيبقى بكام؟ بسالب 6 فولت ماشي، والتيار بسالب 4 امبير. يطلع الكلام ده في النهايه ب 24 واط. ال 24 واط دول طلعوا لي موجبين، معنى كده ان الباور ديت ابزورب. ماشي. طيب الفرد بقى التاني اللي انا فرضته بالاحمر ده، تمام، الفرد العكسي ده هنقول ايه؟ هنقول ان التيار خارج منين؟ من الموجب، تمام. والعكس الفرد العكسي ده برضو هيعمل لي ايه؟ هيغير لي اشارات الجهد. ماشي. يعني انا كوني داخله في العنصر يبقى هعمل موجب سالب، هيغير لي اشارات الجهد ذات نفسها، تمام. فهتطلع لي الباور برضو نفس الكلام ايه؟ موجب، يعني تغيير اتجاه التيار طبقا للاشاره ديت هيغير لي اشاره الجهد تبعا لي، ويغير لي ان ايه، ان الباور برضو تطلع ابزورب. ماشي. بس عموما خلينا تبعا للمساله عشان خاطر ما تتلخبطوش، يعني الجزئيه دي ملخبطاكم خلاص. خلينا تبعا للمساله ان التيار خارج من الاشاره السالبه زي ما هو حاطط لي اشارته، بحطه بالظبط في المساله وببدا ان انا ايه احل. تمام كده. أنا بعد كده نفس الكلام، هي في المسألة ديت عايز الايه؟ عايز الباور. هنا عكس الاتجاهات بقى وعكس القيم وكل حاجة، ماشي. هو بس بيغير في الايه، يعني هي دي في نفس فكره المساله اللي فاتت، ماشي، بس ايه، بيغير بس في الاتجاه. فانا كده عايزاكم انتوا اللي تحلوها معايا كده. الجهد عند العنصر اللي هو عايز يوجد عنده الباور بكام؟ جاوبوا معايا بقى. الجهد كده بكام؟ 4 فولت بالظبط، ب 4 فولت، وديت الاشاره بتاعته. تمام ماشي. طيب التيار كده داخل للموجب ولا لا، ولا طالع من الموجب؟ دخل للموجب. دخل للموجب. تمام. يبقى قيمة الباور في النهاية هتبقى بكام؟ هتبقى الجهد في التيار. تمام. الجهد بكام؟ 4 فولت. طيب 12 ديت بقى المفروض ان هي هتبقى سالبة ولا موجبة؟ هتبقى موجبة. موجبة. طب ما انا بعوض باشارة التيار، مش انا كده بعوض باشاره التيار، صح؟ انا التيار ده في الموجب، تمام، بس اشاره التيار بكام؟ بسالب 3. بسالب 3، صح كده. يبقى معنى كده انها تطلع لي بكام الباور في النهايه؟ بسالب 12. بسالب 12 ماشي. معنى انها طالع باور بسالب 12، يبقى معنى كده ان دي باور سبلاي، بس هي داخله على الموجب المهندس. ماشي. بس التيار المفروض اتجاهه كده مظبوط، ولا قلنا ان هو كده غلطان في تحديد الاتجاه بتاع التيار؟ ليه الاتجاه اللي هو مكتبه لي في المساله؟ هو الاتجاه اللي مديه لك في المساله، بس هو كده هو مدي لك اتجاه وقايل لك التيار بسالب 3، تمام. يبقى الصح ان التيار اصلا في عكس اتجاهه ولا في نفس الاتجاه اللي هو فرضه؟ يعني التيار ماشي في انه اتجاه؟ المفروض ان التيار خارج من الموجب، كونه هو عامله بسالب 3 ماشي، فهو كده فرض لك حاجه في عكس اتجاهه الاصل. تمام. انا هوضح الحته ديت اكتر شويه. ماشي. لحظه واحده. نتكلم في اي مساحه فاضيه هنا. هنا مثلا عندي ده مثلا عنصر اهوت، هنوضح ده كده عنصر معرفش ان هو، تمام. لو قال لي ان في تيار هنا ماشي، قيمه التيار ده 3 امبير، تمام. يبقى فعلا التيار ماشي منين؟ التيار ماشي من الموجب للسالب، وقيمه التيار 3 امبير، صح. طيب هو لا، هو جه قال لي
ان لو عكس السهم، هو جه مثلا قال لا انا هعكس السهم، مش هحط لك السهم بالشكل ده، ام جاي طالع بالسهم كده. تمام، معنى كده ان قيمه التيار على السهم ده، السهم البرتقاني ده، قيمه التيار تتحط عليه بكام؟ على السهم البرتقاني ده عنصر اهو. تمام، قال لي ان قيمه التيار اللي ماشي هنا، ماشي من ماشي في الاتجاه الاسفل ب 3 امبير. لو انا عكست السهم معنى كده التيار هيبقى ساعتها بكام؟ سالب 3 بالظبط كده، سالب 3 امبير. تمام، هو لما يجي يقول لي معلومه زي دي في المساله افهم منه ان هو لما يجي يعمل لي الاتجاه الاعلى وسالب 3 امبير، معناه انه عايز يقول لي ايه؟ ان الاتجاه اصلا لاسفل وقيمته 3 امبير، يعني الصح ان الاتجاه يبقى الاسفل وقيمته 3 امبير. بس لو افترضنا ان انا عكست الاتجاه، هو مش حاجه يعني ايه اللي هو مسلمات، احنا الاتجاهات ديت يعني ايه، ان هو لو حط الاتجاه ده يبقى هو معنى كده ان هو غلطه في المساله. لا، مش معنى ان غلطه في المساله، هو انا لو عكست حتى الاتجاه بس المهم ان انا احط الاشاره سليمه، ماشي. فمعنى ان انا حطيت الاشاره سليمه حتى مع عكس الاتجاه، يعني عارفين اللي ايه، مش سالب في سالب بموجب، هي الفكره كده. ده الاتجاه السليم اللي هو لو افترضوا الاتجاه الصح اللي هو الموجب، تمام، وده كده القيمه السليمه. طب انا جيت عكست الاتجاه، يعني كاني عملت ايه، حاجه سالبه، وجيت حطيت له قيمه سالبه، فبقى سالب في سالب وموجب، نرجع لايه، لاصل الموضوع، ماشي كده. الجزئيه دي واضحه يا جماعه بالنسبه للناس ولا نعيد؟ تمام، لو في حاجه مش واضحه بالنسبه لكم قولوا لي، مفيش اي مشكله، خلاص نعيد. تمام، بس اهم حاجه ان ايه، ان تبقى الجزئيات يعني ايه واضحه بالنسبه لكم. تمام كده، نكمل. معلش لو جبنا النقطه بتاعت المثال اللي معانا، لو جبنا ايه، معلش علي صوتك كده شويه، الفكره اللي احنا كنا شغالين عليها دلوقتي، المساله اللي كنا شغالين عليها دلوقتي، حضرتك انت قلتي هنعكس الاشاره بتاعه التيار لو هو بالسالب هيتعكس، والكومبوننت نفسها هنعكس برضو الفولت اللي عليها، صح؟ لا، ده دي كانت في المساله اللي هنا، المساله اللي هي قبلها. لكن هنا مش هنعكس الفولت، احنا هنا هنسيب كل حاجه زي ما هي، لان هو مديني الاشاره كده، فخلاص انا هقول ده موجب سالبي، يعني انا هحل زي ما هو مديني. بس المهم ان انا وانا بحسب الباور في المساله دي بالذات، وانا بحسب ماشي، هضرب الجهد بقيمته، الجهد ايه؟ موجب سالب، خلاص الجهد 4 فولت، ماشي؟ انا ليه حطيته بموجب؟ ماشي؟ لان التيار داخل في الموجب، الاشاره بس، السهم ده، مش ده داخل الموجب؟ خلاص يبقى حطيت ده بموجب. تمام كده؟ يعني اتجاه التيار داخل الاشاره موجبه للجهد ولا طالع من الموجب؟ دي على اساسها احط هنا الموجب بتاع الايه؟ الجهد. طيب التيار بقى احط قيمته على اساس ايه؟ احط قيمه التيار بناء على اساس هو مدولي بكام، زي ما هو بيحط، يعني ده لو كان 3 ما انا كنت هحطه ب 3 زي ما هو، مفيش مشكله. تمام، تعالوا المساله اللي قبلها كده نبص عليها، ماشي. المساله دي كانت ايه؟ كانت سالب موجب، صح كده، ماشي، وهو فارض لي قيمه التيار في الاتجاه ده، ماشي، يبقى التيار عامل ايه؟ داخل في الموجب، داخل في الموجب بيخليني احط الجهد بكام؟ بسالب 6 فولت. طيب قيمه التيار اصلا بكام؟ بسالب 4، بحطها زي ما هي. يعني هنحط في الاخر الفاليوز اللي عندنا بنفس الاشارات بتاعتها، بالظبط نفس الاشارات بتاعتها. تمام، تمام. حته العكس اللي هنا ديت انا قلت بلاش يعني نوسع الموضوع عشان ما نلخبطش، انما عموما خلوها يعني ان نعرفها كده، ان احنا داخلين في الموجب، تمام، للتيار، يبقى معنى للجهد، قصدي لاشاره الجهد، التيار داخل في الموجب، يبقى معنى كده بحط الاشاره ايه؟ سالبه للجهد. طيب اشاره التيار بقى هتتحدد على اساس ايه؟ على حسب القيمه اللي هو مديهاني، ايا كانت بقى سالبه موجبه مليون مالناش دعوه، هنحطها زي ما هي. تمام كده؟ تمام. وننتقل لمكان تاني عشان نحل مساله بيقول لي هنا how much energy is required to move a charge of 100 كولوم، شارج قيمتها 100 كولوم هيحركها خلال جهد 12 فولت. تمام،
المفروض ان القانون اللي احنا خدناه على حاجه زي كده ايه، مش هو الجهد، هو الشغل المبذول، نقل وحده الشحنات او نقل الشحنات الكهربيه، تمام؟ الشغل يعني انرجي، يعني طاقه، تمام؟ فمعنى كده ان القانون اللي عندي القانون اللي انتوا عارفينه ماشي، اول المفروض اخدته في المحاضره، اللي هو ايه، الجهد هيساوي دلتا دبليو على دلتا كيو، تمام؟ الجهد هو الشغل المبذول لنقل وحده الايه، الشحنات، الشغل المبذول لنقل الشحنة، تمام؟ يعني معنى كده ان الشغل هيساوي كام، دلتا دبليو هتساوي ماشي الجهد في دلتا كيو، تمام؟ دلتا دي يعني التغير، يعني التغير في الطاقه او الشغل على التغير في الايه، الشحنة، تمام؟ ماشي. التغير الجهد قيمته كام المفروض هنا، تمام؟ والايه، والشحنه بكام، ب 100 كولوم. معنى كده هضرب 12 في 100 ماشي، يطلع لي في النهايه قيمه الايه، الشغل او الطاقه اللي هو 1200 جول، وحده الشغل بالجول. تمام كده يا جماعه؟ تمام. ننتقل لمسألة تانية. ماشي. عندي هنا المفروض ان هو هنحل بقى على الالكتريك كارنت، التيار والشحنه. عايز يقول لي هاو ماتش تايم از ريكوايرد، ايه الوقت اللي انا محتاجاه علشان خاطر 12 امبير تشارجر شاحن 12 ام ب 12 ام قيمته 12 امبير هيوصل 3600 كولوم اوف تشارج لبطاريه، يعني في شاحن هيشتغل عند 12 امبير، محتاج وقت قد ايه عشان يوصل 3600 شحنه لبطاريه، ماشي؟ الشاحن ده تياره 12 امبير، محتاج وقت قد ايه عشان يطلع او يوصل 3600 كولوم عشان يشحن ايه، بطاريه، ماشي؟ ايه الوقت اللي هو محتاجه؟ انا لما اجي مساله زي دي هروح للقانون اللي تبعها، مش يعني كده ان انا عندي ايه، القانون اللي بيجمع ما بين التايم، ما بين الوقت ماشي، وما بين التيار اللي بالامبير وما بين الكولوم، هلاقي ان هو قانون التيار ذات نفسه اللي هو الاي ماشي بيساوي الدلتا كيو على الدلتا تي، صح كده؟ التغير في الشحنه على الايه، التغير في الزمن، التغير في الشحنه على التغير في الزمن. طب وانا عايزين الزمن اصلا، احنا عايزين الزمن ماشي، يبقى معنى ان احنا عايزين الزمن، يبقى احنا هنقول ايه، الزمن هيساوي الشحنه على الايه، على التيار دلتا كيو على اي، صح كده؟ ده هيساوي كام؟ الشحنة اللي احنا عاوزين نوصل لها 3600 ماشي؟ والتيار بتاعنا بكام؟ ب 12 امبير ماشي؟ يبقى معنى كده ان احنا 3600 على ال 12 اللي هي هتطلع قيمتها ب 300، 300 وحدتها ايه بقى؟ وحدة الزمن بالسكن، تمام؟ وحدة التيار بالأمبير، وحدة الشحنة بالكولوم، تمام؟ هنكتبها سكند اكس كده ماشي، سكند تمام كده يا جماعة ماشي كده. المسألة ديت اللي بعدها، اللي بعدها تقريبا نفس الكلام ماشي. اللي بعدها بيقول لي هنا نروح مساحة تانية، أوريكم المسألة اللي بعدها هي عشان ما يبقاش المسألة عندنا ماشي. عندي هنا الكتريك كوندكتور، موصل، الموصل ده المفروض ان هيمشي فيه شحنة المفروض ان هي 120 كول، هتمشي خلال 20 ثانية. طيب التيار بكام بقى؟ لسه كنا كاتبين القانون من شويه ماشي، لو رجعنا تاني كده شويه عشان خاطر تشوف القانون.
طيار بكام؟ دي كيو على الدي تي. ايه؟ دي كيو على الدي تي. تمام، يبقى بكام قيمته؟ ايه؟ واحد. ايه؟ ال 120 كولوم على ال 20 سكند. بالظبط ال 120 على ال 20. ماشي، يبقى التيار المفروض ان هو هيبقى هيساوي ال 120 على ال 20. لسه كاتبين القانون من شويه، فالتيار هيساوي ال 120 على ال 20 اللي هي في النهايه هتطلع لي ب 6 امبير. ماشي كده، وننتقل للمسألة اللي بعدها. في قانون اسمه قانون تقسيم الايه الجهد، الفولتج ديفيجن. ايه بقى قانون تقسيم الجهد ده؟ ان انا لو عندي دايرة زي اللي متوضحة قصادكم دي كده، ماشي، والمفروض ان انا الدايرة ديت عايزين نجيب الجهد VBC across 20 كيلو اوم ريزيستور. يعني انا عايزين نجيب الجهد اللي هو VBC خلال ال 20 كيلو اوم ريزيستور. تمام، هنجيب الجهد ده ازاي؟ المفروض ان المصدر بتاعي قيمته 6 فولت. يمكن مش واضحة هنا، يعني مكتوبة مش واضحة، بس هو عموما المصدر بتاعي قيمته 6 فولت. اكتبها لكم تاني عشان خاطر ايه تبقى واضحة معاكم. ده كده المصدر. مش قيمته 6 فولت. تمام، ده كده المصدر بتاعي قيمته 6 فولت. ال 6 فولت دولت هيتوزعوا ما بين 40 كيلو اوم وما بين 20 كيلو اوم. طب اوزع ازاي؟ تمام، المصدر ده ماشي، المفروض ان انا ايه هبدا اوزعها تبعا للنسبه ما بينهم. يعني ايه؟ يعني دي 2 ودي 4 ودي 6. تمام، يعني المفروض ان هم هياخدوا بالنسبه ما بينهم. يعني ال 20 دي هتاخد ايه؟ هتاخد 2 فولت، وال 40 دي هتاخد كام؟ 4 فولت. طب جت منين؟ هكتبها حالا دلوقتي اهوت عشان خاطر تبقى واضحه بالنسبه للناس كلها. ان ال بي بي سي هتساوي، نغير اللون بس عشان خاطر ال بي بي سي دي 40 كيلو. ايه؟ 40 كيلو ولا ايه؟ 40 كيلو اوم ولا ايه؟ انا مش شايفهم. ال بي بي سي اللي هي ال 20 كيلو. في واحد 40 كيلو وواحد 20 كيلو. تمام كده واضحه شويه؟ تمام. ال بي بي سي اللي هي المقاومه دي اللي هي ال 20 كيلو. تمام؟ انا هقسم ايه؟ هقسم 6 فولت سالب 6 فولت. ليه حطيتها سالب؟ لان اتجاه من سالب فوق والموجب تحت. هي ممكن مش واضحه كده، او هو كان رسمها مش واضحه في المساله في الفيديو، ماشي، بس هو ايه السالب فوق والموجب تحت، ماشي. فانا هوزع هيبقى قيمه الجهد. لو احنا بنقول الجهد في بي سي، انا فرضت الجهد ايه؟ في بي، بدات الاول ببي وبعدين سي، ماشي. عند البي في سالب ولا موجب؟ ماشي، المفروض ان هيبقى طبقا بالظبط هيبقى سالب. يبقى معنى كده ان احنا لما هنحط يعني طبقا للتعبيرات اللي احنا مستخدمينها، لو قلنا ان جهد عند المصدر هو الفي اي سي، الفي اي سي ده بيساوي كام؟ سالب 4 فولت. سالب، لو في اي سي من اول النقطه دي للنقطه دي هيبقى ايه؟ سالب 6 فولت. تمام كده؟ فانا عايز اقسم السالب 6 فولت اللي هما ما بين الاي سي، ما بين النقطه دي والنقطه ديت، على ايه؟ على البي سي لوحدها. تمام، فهيبقى سالب 6 مضروبه، ماشي، بايه؟ في نسب المقاومات. نسب المقاومات دي بقى عشان خاطر نطلع التقسيمه اللي احنا قلناها كده شفويا، هنطلعها ازاي؟ هيبقى المفروض احنا عايزين الجهد على القيمه الكام اللي هي ال 20 كيلو. يبقى ال 20 كيلو على 20 زائد 40، ماشي كده، يطلع لي في النهايه الايه الجهد بسالب 2 فولت اللي احنا شفناه شفهيا كده بالايه بالنظر، ماشي، ان كون دي 20 فهتاخد نسبه من السته اللي هي نسبتها كان 2 و4، يبقى دي هتاخد 2 ودي بتاخد ايه 4. تمام، الاشاره واضحه يا جماعه ولا في حد عنده سؤال فيها؟ مش محتاجه تحديد اتجاه التيار هنا يا باشمهندس؟ محتاجين تحديد اتجاه التيار؟
هو هنا مش محتاجين تحديد اتجاه التيار في المساله، بس لو انتوا عايزين تحددوه كنوع من انواع الايه، كنوع من انواع الزياده يعني حددوا. تمام، يعني نيجي مثلا كده على على الرسمه ذات نفسها. ماشي لا كمعطى يا باشمهندسه، كمعطى عشان بس ال القطبيه بتاعت الفولت. كمعطى، مش المفروض يديها لي في الرسم عشان تحدد لي البولاريتي بتاعت البطاريه دي، السالب فوق او الموجه بتاعها؟ لا، هي بتاعت البطاريه مش بتتحدد باتجاه التيار، البولاريتي بتاعت البطاريه بتتحدد بان هي البطاريه ذات نفسها يرسمها لك. يعني بص انا هرسم لكم الرسمه ثانيه اهوت عشان خاطر تبقى ايه واضحه بالنسبه لكم. بصوا ادي كده، دي كده الدايره بتاعه البطاريه، رسم لي هنا السالب وهنا الموجب. ده معناه ان ايه؟ ان الجهد تحت موجب وفوق سالب. تمام، ورسم بقيه الرسمه. تمام، بس هو مش راضي يكمل بقيه الرسمه هنا، هو بيعتبرها مربع معرفش ليه. ماشي، ده كده يبقى تحت، يبقى فوق، يعني لحظه واحده، فوق سالب وتحت موجب. ماشي، لو انا سميت النقطه دي A وسميت النقطه دي B، تمام، عايز اقول الجهد في اي بي بيساوي سالب 6 ولا موجب 6 لو ده قيمته 6 فولت. الجهد في اي بي بيساوي كام؟ هيساوي سالب 6 فولت. في اي بي على اساس التيار، مش على اساس التيار، على اساس البولاريتي اللي هو حددها لك للايه، للمصدر ده. ماشي، تمام تمام يا دكتور. تمام، طيب لو هو مثلا قال لي طيب الجهد في بي في بي اي بيساوي كام؟ ماشي، يعني هو دلوقتي قال لي في اي بي بسالب 6 فولت، طب في بي اي بكام بقى؟ 4 فولت. بايه؟ لا ماشي، لو افترضنا دي مساله ثانيه غير المساله الاولانيه اللي احنا كنا اصلا شغالين عليها، انا بس بوضح فكره البولاريتي بتاعه دي كده جزء ده لوحده كده. هيبقى في بي ايه البطاريه دي لو دي كده ب 6، وقال لي قم قياس قيمه الجهد ده 6 فولت، في بي ايه بكام؟ 6 فولت. في اي بي ب 6 فولت. تمام، طب في اي بي ليه كان بسالب 6؟ لان انا بدات من A B لقيت هنا سالب عند ال A وهنا موجب عند ال B. تمام، ماشي، يبقى V A B كان بسالب 6 فولت. تمام، انما V B A ماشي بموجب 6 فولت. ماشي كده، تمام كده، تمام تمام، واضحه الفكره ديت يا جماعه ولا في حد عنده سؤال في حاجه؟ واضحه كده، دي كده المفروض. تمام حضرتك، تمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اي الناس احب الى الله واي الاعمال احب الى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد من العمر. رواه الطبراني وحسنه الألباني.